ولادي يا بعد عمري يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسم انحط على صدري. المملكة العربية السعودية. نعم. عشت فيها 13 سنة. وبعدين رحت درست كملت علمي بلبنان. عدت بلبنان تقريبا 9 سنين. رجعت بدأت شغلي بالإمارات بالدعاية والإعلام. ومن ثم من هيدي المواضيع دعاية وإعلان فتحت لي مجالات المطاعم. وحبيت فوت فيها لأنه كنت عم بعمل إدارة تسويق للمطاعم. وحبيت الفكرة وقررت افتح مطعم وفتحت مطعم هون ومطعم بلبنان. عن تأسيس هذا المطعم في دولة الإمارات العربية المتحدة إمتى كان تأسيسه سيدي؟ تأسيسه بلش الفكرة طلعت بال 2015. نعم. وأخذتنا طبعا سنة ونص لنفذنا الفكرة. بدأنا بشهر 4 2016. عملنا افتتاح كان كبير للأيام العز والحمد لله ماشي أمورنا. عنا الترويقة والغداء والعشاء وحتى إذا بتاكل عنا أكلنا جدا بسيط بالرسبيات اللي عم نستعملها. اشرح لكم شوي عن فكرة أيام العز. كمان إذا بتطلعوا هون هيدي مثل مكتبة من أيام زمان، بتشوف فيها قصص أثرية قصص قديمة مثل الراديو القديم، علبة البيبسي كولا القديمة، الميزان. شوف فكرة الميزان لما كنا نشتري فواكه من زمان كانوا يزنونا إياهم بهالطريقة، الكراسي الخشب القديمة، القعدة القديمة، التلفزيون، التليفون، البلاط اللي مستعملينهم كله من بيت قديم، بيت من الجبل بلبنان من برمانة. نتكلم عن جيتك هنا للمطعم ونتكلم عن الخدمات الموجودة هنا والجودة كيف والتعامل هنا في المطعم. الحقيقة أيام العز من أكثر المطاعم والأماكن السياحية في دبي اللي الواحد بيحب يجي عليها، خصوصا في فترات النهار. لقمتهم طيبة وقعدتهم كتير مرتبة والسيرفيس كتير يعني زي ما بده الواحد وأكثر، والأتموسفير مثل ما أنت شايف قدي حلو، وهو مكان حلو لنتلاقى إحنا ورفقاتنا وصحباتنا ويعني نقضي وقت لطيف.